بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم راح نقدم لكم زهور بخيط قطو. وعدنا هذوما الزهور لازمهم قطو، لازمهم شريط لاصق، ولازمهم بيتيلات كما هذو، ولازم هذا العرف هذا تاع الغصن هذا. دوكا ان شاء الله هنا بسم الله نبدرو نديرو زهرة، زهرة بسيطة جدا إن شاء الله تعجبكم. بسم الله. خان بسم الله نديرو ربع غراس سلسلة ونقفلوهم. هانا قفلناهم، عدو دائرة صغيرة جدا. ومن بعد نديرو غرزة العمود، غرزة العمود هاي غرزة العمود. لازم هذه الدائرة نعمروها، نعمروها بغرزة العمود. عمروها، تعمريها قد ما تحبي، ما فيهاش حساب غير وردة، وردة دائرة فقط قد ما تحبي ديري، المهم تعمر الدائرة. تعمر، كي تعمر الدائرة تقفليها وخلاص بلا حساب، وردة صغيرة فقط. هنا هاي قريبت تعمر، هاي تعمرت. دركا نقفلوها، نقفلو الدائرة. ها نقفلناها. دركا نبدلو الخيط، نحو الخيط، نحبسو الخيط هذا البرتقالي ونديرو فيولي، ونزيدو نديرو الفيولي، خيط فيولي. نجيب مقص هاهو، هاي دائرة. ندخلو لهنا باش هذا الخيط ندخلوه من اللورا باش ما يعطلناش في العمل. دخلناه ومن بعد نقصوه. هاي على الدائرة نضيفة، نزيدو نديرو دوكا هذا الفيولي، لصقوا خيط فيولي. هنا لصقنا خيط فيولي، لصقنا خيط فيولي. نديرو حبات طريق برك، طريق بالخيط الفيولي. نديرو زوج أعمدة في غرزة باش تعود مفتوحة. ها زوج أعمدة أو عمود، زوج أعمدة في الغرزة باش تعرض وتعود مفتوحة. ها باش ما تعودش ضيقه الورده. عمود زوج، وهنا عمود
زوج. نكملوا الطريق كامل زوج أعمدة في غرزة، وإن شاء الله يسهل، إن شاء الله تعجبكم وتنجحوا في خدمتها إن شاء الله. كل غرزة ديروا فيها زوج أعمدة. زوج. هنا واحد زوج واحد زوج حتى نكملوا الطريق. نبداو نسوش زوج غرز زوج أعمدة. دوكا نقفلو الدائرة، دوكا نقفلوه، ها نقفلناها، ها نقفلناها، دوكا نقصو الخيط. ها أنا قصينا الخيط، دوكا ندخلو شوية من اللورا باش ميعطلناش. لصقوا هذا، لصقوا هذا في الوردة، هذا دخلوهم هكذا.